بسم الله، السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم اكله اقتصاديه وبزاف بنينه وخفيفه وتناسب هذا الوقت كما دوكا البرد. رانا في وقت المراقي دوك، هذا هو الشيء يليق في هذا البرد. شوفوا واش عندنا هنا. عندنا هنايا السلق. السلق بعد ما فورناه هنا غسلناه مليح. عندي 3 ربطات تاع السلق هنايا، غسلتهم مليح مليح وفورتهم، قطعتهم وفورتهم. عندي شويه زيت كوبي ثاني غسلته، وعندي هنايا دانت اشي اللي هي الفيون داشي تاع الدانت، وعندي شويه تاع زردي، شويه ثوم، حبه بصل، حبه طماطيش، حبه حار، وعندي شويه بطاطا اللي حنقلوها. فوالا نروحو دوكا نحطو الطاجين يسخن، نحطو فيه مغرف تاع السمن ماشي معمره، ونسيتو نحطو عليه 3 مغارف تاع الزيت. واللي ما عندهاش السمن تحط مغرف تاع الزبده، واللي ما عندهاش الزبده والسمن تحط غير الزيت برك، حطي 4 مغارف تاع الزيت ولا 5 وخلاص. فوالا دوكا هنايا داك البصل بعد ما غابيناه نحطوه هنا ونبداو نقلبو، نخلوه حتى يتقل حتى يتبدل اللون تاعو. بعد ما تقلى داك البصل نحطو عليه ديك الزروديه اللي قطعناها، داك البصل نخلو حتى يتبدل اللون تاعو باش تجينا الماكله تاعنا بنينه. وعلاش نحطو السمن؟ باش هذيك الماكله تاعنا تاني تجي بنينه، والزيت كي نقلو به وحده تجي فيه الريحه، هذاك علاه نحطو السمن ولا زبده. بعد السمن، السمن تجي الماكله تاعو بزاف بنينه وتجي الريحه تاع الماكله هايله. فوالا نحطو هذيك الزروديه خلوها تتقلى. بعد ما تتقلى هذيك الزروديه شويه نزيد نحطو طوماطيش ثاني خلوها تتقلى. بعد ما تتقلى نحطو داك الزيتون. هذاك الزيتون هنا زيت، عندي زيتون كوبي كيما راكم تشوفوا ماشي حبه كامله. الزيتون هنا ما غليتوش، غسلته برك بالماء السخون. هذاك اللي ديروا بالكم من الملح. فوالا نحطو الملح وما نكثروش، نخلوهم ثاني يتقلاو كامل مع بعض. بعد ما تقلاو لنا مليح دوك نحطو الملح، نحطو شويه برك ما نكثروش خاطر الزيتون فيه الملح. ونحطو مغرف صغيره تاع راس الحانوت وشويه تاع حروف، شويه برك تاع هي اللي هي فلفل فلفل اسود. فوالا ونحطو شويه تاع الماء، ما نكثروش الماء كيما عرفو السلق يطلق الماء. داك اللي نحطو غير شويه تاع الماء هكذا ما يكون مغلي. فوالا ونخلوهم على نار قليله ونغطوهم ونخلوهم نروحو نخدمو الدورمه تاعنا. هنايا دوك الدورمه تاعنا شوفو، نسيت بلي قلت نسيت ما قلتلكمش لاصوص، اني حطيت لها حبه تاع جومبو وحطيت لها نص مغرف صغيره تاع زعفران، شويه برك ماشي بزاف. فوالا وبالنسبه للعائله تاعها ما يحبوش الماكله كيما هكذا صفراء ولا بيضاء، تحط طوماطيش لك الاختيار. فوالا دوك هنايا هذاك السلق تاعنا خلينا دوك المرقه يتغلي، نقصنا لها وخليناها. دوك داك السلق نزيدو نعصروه، قلت لكم السلق دايما يطلق الماء، داك السلق نعصروه مليح مليح حتى يولي ناشف. ودوك هنا عندنا الكميه تاع الفيون داشي. فوالا هنايا دانت اشي، هنا عندي دانت اشي، عندي فيون داشي تاع الدانت. فوالا دوك هنا عندي سنات تاع الثوم نغابوهم، كيما تعرفوا انا ما كثرش الثوم في الماكله، وانتم لكم الاختيار كيما تحبوا الثوم. كي نكثروا في الماكله ثاني ماشي مليح، يعي يدير الدوخه. دوك هنا بعد ما غبينا هذاك الثوم دوك نحطوا عليه مغرف صغيره تاع راس الحانوت، شويه برك تاع حروف، شويه برك تاع فلفل اسود، شويه وشويه ملح، ما كثروش الملح. السلق ما يديش الملح بزاف، السلق ما يديش الملح بزاف، ديروا بالكم السلق تحطي شويه تاع ملح يجيك مالح. فوالا داك اللي ما كثروش الملح ديروا بالكم. دوك هنايا نحطوا حبه تاع بيض ونشوفوا، اللي خصنا نزيدوا الزوجه ما خصناش، خلاص حبه تكفينا. فوالا دوك هنا نحطوا زوج مغارف تاع فرينة، واللي عندها لا شابلوغ حطي لا شابلوغ. انا هنا ما كانش عندي لا شابلوغ اللي هو الخبز المحمر، انا هنا ما كانش عندي خبز المحمر، الخبز اليابس تما هذاك اللي انا حطيت حطيت الفرينة. فوالا دوك نعجنوا مليح مليح، هنا حبه تاع بيض كفاتني، ما حطيتش زوج، حطيت غير حبه برك كفاتني. فوالا ونعجنوا مليح مليح داك الفيون داشي مع داك السلق هكذا حتى اللي تخلط لنا كامل هذاك الفيون داشي يتحل كامل ويتخلط مع السلق. هنايا عفوا دانت اشي اللي هو الفيون داشي تاع الدانت. فوالا انت على حسب مقدورك، كيما تقدري ديري زدر تاع الدجاج، الا ما عندكش ما عندكش فيون داشي تاع الدانت تقدري ديري زدر تاع الدجاج. زدر تاع الدجاج تاني غبيه مليح ولا طحنيه وحطيه تاني، راح يخرج لك بزاف شباب. فوالا دوك هنا يشوفوا المرقه تاعنا بدات تغلي، نقصوا لها نخلو على نار قليله بدات تغلي. كيما تقدري ديري زيتون، تقدري ديري حميصه، تقدري ديري جلبانه. دوك هنا بعد ما عجننا هذاك السلق والفيون داشي دوك نشمخ يديا بالماء ولا بالزيت كيما تحبوا نتوما، انا هنا شمختهم بالماء ما نحبش ندير الزيت. فوالا هنا شمخت يديا بالماء هكذا ونبدا نكور نكور ونحط قباله في المرقه
فوالا ما نخلوهمش يستناو. تحبوا تقلوهم اقلوهم لكم الاختيار، تحبوا ترمدوهم في الفرينه ومن بعد تقلوهم في المقله لكم الاختيار، ومن بعد تحطوهم في المرقه. انا مش حنقليهم، راح نخليهم هكذا خاطر حنقلي الفريت. انا حابه نخالف شويه ما نحطش كلش مقلي. فوالا هكذا نكورهم نحطهم قباله في عفوا في المرقه. فوالا هكذا هكذا فوالا انا الماكله تاعي نحب نخالف فيها تما هذاك اللي انا حطيت هنا، حطيت المرقه صفراء خطر عليك. كانت هنا عندي اشتتها حمراء حطيت المرقه صفراء. فوالا انت تحبي تحطي طوماطيش حطي طوماطيش لك الاختيار، للعائله تاعها ما يحبوش. انا نحب كي نحط الماكلتي نحطها شويه مختلفه متلونه، ما نحطش كامل لون واحد هكذا. ذاك اللي نحب نبدل اللون فوالا هكذا نكورو ونحطو قباله، ما راح يتلاصقو ما حطي برك ما تخافي منهم، مش حيت تلاصقو مش راح يتفكتو. فوالا نخلطو هكذا، ما تخلطيش بالمغرف يفسدو يفسدو، لو كان تخلطي بالمغرف يتخسرو كامل. هذاك اللي نخلطو هكذا نديرو هذه الحركه وديرو بالكم المبتدئات ونغمو عليهم ونقصو. نسيت هنا حبه الحار نحطها غير من الفوق هكذا فوالا، ونقصو النار ونخلوهم يطيبو. دوك هنا نروحو نقلو الفريت، نخلو هذيك المرقه تاعنا يطيب ونروحو نقلو الفريت. فوالا هنايا البطاطا هذه اختياري تقدروا تستغناو عليها. انا هكذا العائله تاعي دائما الفريت في الطابله، الفريت دائما في الطابله حشا ولا فطور. دوك هنايا شوفوا هنا بعد ما طابت وطفينا عليها هذيك الدهمه، شوفوا شحال راهي شابه، شوفوا ما تخسرت لنا ما والو. علاه ما خلطناش فيها بالمغرف؟ فوالا شوفوا كيما حطيناها كيما بقات ما تفسدت ما والو. شوفوا داك اللون تاعها شحال شباب، خيمه كي ديريها حمراء. دوك انا حطيتها لكم هكذا في الطبسي باش تبان لكم، حطيت لها الفريت. فوالا هاي ليكم الدولمه تاعنا، ان شاء الله تعجبكم. اللي عجبتكم ديروا لايك، واللي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد، بارطاجي فيديوهاتي. ولا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم. هذا الدولمه خرجت لنا كميه لبس بها، بالنسبه اللي عندها عائله كبيره راح تكفيك. هنا عندنا 3 ربطات تاع السلق، وعندنا شويه طرفين داشي، خرجت لنا 40 حبه، حبه متوسطه ماشي كبيره ومشي صغيره، حبه لبس بها باينه. فوالا بالنسبه اللي عندها عائله كبيره راح تكفيك. ان شاء الله تعجبكم، واللي عجبتكم ديروا لايك. هكذا حطيتها لكم في الطبسي باش تبان لكم بلي ما تخسرتناش، بقات الحبه كيما هي. شوفوا بقات الحبه مكوره وشابه. شاهدكم في الجنة، إن شاء الله نكون خفيفة عليكم. مع السلامة.